بنقدم العديد من المفاجآت في سيتشرز تي في ومنتجات دايما مميزه في المطبخ، لكن عمرنا ما تخيلنا ان احنا نقدر نعمل شاورما في البيت. علشان كده احنا النهارده بنقدم منتج مميز جدا، وهي ماكينه الشاورما اللي بتخلينا ان احنا نعمل كتير من الوصفات الرائعه لكل سيده طبعا هتتبسط وتتميز بيها جدا مع ماكينه الشاورما اللي احنا بنقدمها اليوم. وطبعا وصفات كتير متعدده كل سيده هتحصل عليها، وبنشوف انه الشاورما هنقدر نعملها بمنتهى السهوله، شاورما صحيه في نفس الوقت كمان بمنتهى السهوله، وهنحصل على مميزات رائعه مع الشاورما ميكر اللي احنا بنقدمها اليوم. واو، يعني شكله شهي كتير. انا هاتركك تعملي لي ساندويشه غير شكليه جميله جدا. طبعا لبين ما اشرح لمشاهدينا شو نحن مقدمين لكم اليوم، مقدمين لكم اليوم نحن طبعا جهاز خاص لصناعه الشاورما من ماركه بلزانو الايطاليه الشهيره اللي عم تلاقي دائما نجاحات منقطعه النظير عبر سيتروس تي في. اللي يميز الجهاز اللي مقدمينه اليوم انه هو كتير حلو، كتير عملي، كثير هيك عملي انه يكون استخدامه بالمنزل، وطبعا جاي معه الاكستنشن الاساسيه اللي هي فيها نحط فيه شاورما، وايضا كثير من المرفقات جايه مجانا تقدروا تعملوا فيها كثير من الاشياء حنشرح لكم عنها بسياق الحلقه. السعر جدا تنافسي، عم نحكي عن 299 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي، يعني وفرتوا 100 ريال سعودي. شو بنقدر نعمل؟ كثير من الاشياء اللي مع جهاز شاورما ميكر اللي خاص من ماركه بلزانو الايطاليه عم نشوف هلا سوا على الشاشه. كثير من الاشياء فيكم تعملوها غير انكم تعملوا شاورما، في كثير من المواصفات مثل ما انكم شايفين هون عم نعمل نحن الشاورما الاساسيه، سواء كانت الدجاج، اللحمه، او اي شيء انتم بيخطر على بالكم تقدروا تعملوا فيها. هيدا اللي بيميز طبعا جهاز شاورما، بس هيك كمان فيكم تشووا دجاجه كامله او سمكه او اي شيء بيخطر على بالكم. هيدا بمناسبه او يعني الميزه الحلوه، المرفقات اللي جايه مجانا تقدروا تعملوا فيها كل شيء بيخطر على بالكم بطريقه جدا صحيه وبتقنيه الشواء بطريقه العموديه. ايضا كثير من المشاوي سواء الكباب، الخضار، حتى البليت الخاصه لا يعني نشوي فيها الخضار بطريقه جدا صحيه، حتى اكستنشن خاصه للسالمون، للستيك، وكل شيء بيخطر على بالكم كمان فيكم تعملوها بفضل تكنولوجيا الشواء العمودي اللي جايه مع بلزانو. خلصت ساندويشتي؟ خلصت الساندويشه بتاعتك. بصي قد ايه طبعا القطعه اللي احنا قطعناها من الشاورما صحيه. واو. جميله جدا، متاكدين تماما انه كلها لحمه مظبوطه، ما فيش اي عظم، ما فيش اي دهون، وبقت جاهزه عندنا ساندويشة الشاورما بتاعت سماح. اتفضلي بالهنا والشفا. لكن هنا كمان شايفين ان احنا عاملين ساندويتش طعمه وشكله حلو جدا من الشاورما اللي احنا عاملينها مع ماكينه الشاورما، وبنشوف انه حتى الحجم بتاعها كبير جدا. الحلو فيها ان هي بتشتغل بتقنيه الشوي العمودي، وده اللي بيساعد على ان هي تلف 360 درجه زي ما احنا بنشوف لو احنا شغلناها، وده اللي بيساعد على انه التسويه بتكون من جميع الجهات. حبيت. وبنشوف ان الاكل على طول بيكون متحمر. الشاورما بتكون صحيه جدا وجميله مع المنتج الرائع اللي احنا مقدمينه اليوم. بتجنن، بتمنى انه انتم تكونوا بالاستديو. لكن حذكركم على السريع بالسعر التنافسي اللي نحن مقدمين لكم اياها لهي المجموعه من طبعا ماركه بلزانو. عم نشوف السعر 299 ريال سعودي بدل 399 ريال سعودي مع كل المرفقات اللي بتجي مجانا. ومباشره حنشوف مع رانيا ميزه جديده، غير انه فيكم تعملوا فيها شاورما ايضا فيكم تعملوا فيها المشاوي. طبعا هنشوف هنا المشاوي قد ايه سهله جدا، كل ما احنا يعني بنحط طبعا المرفقات المتعدده اللي انتم بتحصلوا عليها كهديه مجانيه. بنشوف هنا ان احنا بمجرد ما بيكون عندنا طبعا الاسياخ اللي موجوده دي بتساعدنا ان احنا نحصل على مميزات كتير، ونحن نعمل حتى الاسياخ. طريقه الاستخدام والفك والتركيب مفيش اسهل جدا منها مع ماكينه الشاورما. بمجرد ان احنا عندنا طبعا الشوكه بالشكل ده بنقدر ان احنا نطلعها بمنتهى السهوله هنا، وبعد كده بتكون جاهزه عندنا ان احنا ناخدها معانا، وطبعا ان احنا نحصل على مميزات كتير رائعه. وهنا كتير بنشوف انه اسياخ الشاورما قد ايه، او اسياخ طبعا الكباب قد ايه حلوه جدا، وبنقدر ان احنا نفكها بمنتهى السهوله. بمجرد ما انا ماسكاها بقدر ان انا افك الاسياخ كده، واو، وعلى طول بقدر ان انا يعني اشوف قد ايه مميزات حلوه جدا. طبعا الاكل بيكون مستوي بيكون رائع، سواء كنا عايزين نعمل الشيش طاووق، عايزين نعمل الكباب، عايزين نعمل الكفته، وبنشوف طبعا ان هي قد ايه بتكون حلوه، وطبعا بتكون مستويه بشكل جميل. وهنا على طول بنفككها بمنتهى السهوله، وبنشوف ان القطع والمرفقات يعني حتى كمان بتسهل علينا عمليه الطهي. الحلو فيها انه طبعا المرفقات اللي بتيجي معاها بتساعد على انه كل الدهون بتترسب، فبالتالي بنحصل على مميزات رائعه، وطبعا اكلات كتير صحيه زي ما بنشوف سماح. وهنا لو انا حابه اقطعها بوري التسويه قد ايه حلوه للكاميرا. واو،
قد ايه جميله، والاكل طبعا بيطلع مستوي، بيطلع سخن وبيطلع حلو. يعني شوفي حتى الكباب، الشاورما وغيرها وغيرها من الوصفات الكتير المتعدده نقدر نعملها بمنتهى السهوله مع الشاورما ميكر. واو، هي بس مو بس شاورما ميكر، كل شيء بيخطر على بالكم فيه نكون نعمل فيها. بدي ارجع بذكركم مره ثانيه بالاوفر المميز اللي نحن مقدمين لكم اياه بسعر جدا تنافسي، عم نشوفه 299 ريال سعودي مع كل المرفقات الموجوده فيها، سواء لنعمل الشاورما بشكل تقليدي او حتى لا نحن نعمل كثير من المرفقات. اول شيء عملنا لكم شاورما، بعدين عملنا هون مشاوي، هلا في مفاجاه كثير حلوه كمان حنعملها، عم نشوفها سوا هلا. انا حاعملها هي هيك، ما بتخطر على بال حدا، بس حبيت طبعاً الفكره. حبيت الفكره لانه طبعا قد ايه جميل جدا ان احنا مش بس بنعمل الشاورما. الله يخليكي، انا معك لورجيهم طبعا الحلو. اذا هون عم نشوف بس كيف انا انه هي عم تدور الدجاجه كامله ب 360 درجه بالطريقه العموديه، كانه نحن عم نشتري طبعا مثل ما هدول اللي بنشوفهم على بالطرقات اللي هي بتكون الدجاجه كامله. بس احسن حاجه عايزين نقولها لكل المشاهدين طبعا انه اهم حاجه ان احنا الزرار اللي ده الموجود هنا نعمله نقفله، صح، علشان الروتيتنج او اللف يكون يتوقف، فبالتالي يكون سهل علينا ان احنا نستخدم طبعا المرفقات بمنتهى السهوله. بمجرد ما هي بتبقى احنا بنقفل التدوير او اللف بتاعها بتبقى سهله جدا ان احنا نطلعها، وبنشوف انه الاكل قد ايه بيكون حلو جدا. شاورما ميكر بطريقه طبعا التسويه اللي هي العموديه 360 درجه من جميع الجهات، بتحصلوا على اكلات كتير صحيه وجميله. شايفين البابلز اللي طالعه طبعا قد ايه جميله، ولو احنا قلبناها على الناحيه الثانيه هنشوف كمان الاحمرار من جميع الجهات انه قد ايه بيكون حلو جدا وطعم شهي جدا. وصوت هيك الشهي اللي نحن عم نعمله هون بالدجاجه، انا حورجيهم هون لنورجيهم بالضبط كيف. وما ننساش حتى ان احنا طبعا حتى لو واو قد ايه جميله، شوفي الاستوى تبعها، اسمعي صوت القرمشه حتى طبعا رائعه. هذا الشيء هون عم نشوف صوت الشواء والاستوى تبعها قد ايه هي مستويه، طبعا هيدا بفضل 360 درجه وطريقه الشواء العموديه اللي بتعتمدها الشاورما ميكر من ماركه بلزانو الايطاليه. طبعا ما ننساش سعر رائع جدا بتحصلوا عليه اليوم، وهو 299 ريال سعودي بدل 329 ريال، بتوفروا 100 ريال سعودي، بتحصلوا على منتج رائع جدا موجود عندنا في المطبخ، وبيساعد على ان احنا نحصل على اكلات صحيه قطعه واحده، بتحصلوا على كمان مرفقات كثيره متعددة معاها كهدايا مجانية، بتخليكم ان انتوا تعملوا كتير من الوصفات المتعددة. عملنا شاورما الفراخ، جه معايا دلوقتي شاورما اللحمة اللي انا بحبها، وطبعا كل الاطفال برضو بيحبوها، كلياتنا بنحبها. الحلو زي ما قلنا برضو في الشاورما ميكر ان هي سهلة جدا في الاستخدام، بمجرد ما احنا بنختار نوعية اللحمة اللي احنا عايزينها وبنوقف. هي انا حبيتها كتير على فكرة، ان احنا بنشتري شاورما عادة من برا يمكن تكون اللحمة ما بنعرف شو مخبصين فيها، ما بنعرف شو حاطين فيها، هون انتوا فيكم تعملوا اللحمة اللي انتوا واثقين فيها. واو. بالبيت مجرد ما تحطوا شرائح فوق بعضها وتحطوها على سيخ الشاورما وتشغلوها بطريقه جدا صحيه، واثقين من اللحمه اللي نحن عم نعملها، وعم نحصل على نفس النكهه الطيبه والشكل الشهي والريحه الشهيه كمان. والحلو كمان ان احنا برضو بنتكلم على تقنيه التسويه والشوي اللي هي العموديه 360 درجه مع الدوران، وده اللي بيساعد على ان احنا نحصل اكلات على اكلات صحيه. وكمان زي ما بنقول انه هنا الحلو كمان في المرفقات اللي احنا بنحصل عليها مع ماكينه الشاورما انه بيجي معاها الاطباق اللي هي بتكون محطوطه من تحت. مزبوط. دي بيترسب فيها كل الدهون اللي طبعا بتكون مش صحيه جدا على الجسم. لازم تدوقي منها هلا انت رانيا. اكيد طبعا انا لازم ادوق منها، اديني شوكه من عندك اهو اهي. ويعني بنشوف ان التسويه قد ايه حلوه، شايفين الشاورما طبعا كيف؟ واحده ثانيه طيب دوقيها منشاني ومنشان المخرج ومنشان كل اللي عم يسمعوا. جميله جدا جدا جدا، صحيه وحلوه، مقرمشه وطريه. جوسي طيب. حلوه قوي، طعمها جميل. حارجع واذكركم مره ثانيه بالاوفر المميز اللي مقدمينه والسعر جدا التنافسي اللي نحن مقدمينه، عم نحكي عن 299 ريال سعودي بس لهيدي يعني شاورما ميكر لاول مره بنقدمها. كمان عم نشوف هلا مره ثانيه كثير من الاشياء فينا نحضرها مع بلزانو الماركه الايطاليه اللي بتقدر تحضرنا كثير من الاشياء. طبعا عندنا الجهاز الرئيسي وعندنا المرفقات اللي وصلت مجانا، طبعا هيدي الاشياء المجانا اللي مقدمين لكم اياها بتقدروا تعملوا فيها الستيك، فيكم تعملوا السالمون، فيكم الخضار كمان تقدموا فيها، فيكم كمان تعملوا المشاوي، كل شيء بيخطر على بالكم هون. حتى فيكم تحطوا دجاجه كامله تشوها بطريقه جدا صحيه، وايضا فيكم تعملوا كثير من الاشياء الرائعه بهيدا الجهاز، طبعا لانه مقدمين لكم اياه بسعر جدا تنافسي، وايضا مقدمين لكم اياه بضمن سعر
غير واو. شكل ومن ماركة إيطالية. علشان كده هنشوف كمان من ضمن المرفقات الهدايا اللي انتوا بتحصلوا عليها مع الشاورما قد ايه بنقدم أكلات كتير صحية. عندنا أكلات كتيرة جدا ومفاجآت كتير، لكن في البداية عايزين نوري الجريلينج باسكت أو سلة الشوي قد ايه سهلة جدا في الاستعمال. الحلو زي ما قلت إن هي بتلف 360 درجة، بتشتغل بتقنية الشوي اللي هي بطريقة عمودية. في نفس الوقت كمان علشان نستخدم الجهاز لازم هنا عندنا التايمر اللي بنحدد منه الوقت، نعمله على الأوف عشان يكون الجهاز متوقف عندنا ونقدر بمنتهى السهوله ان احنا نستخدم طبعا الجريلينج باسكت بمنتهى السهوله. هنا بمجرد ما بنشيلها بالشكل ده بنحطها على الصحن، بتكون سهله جدا في الاستعمال. حاسب ايدك عشان سخنه، وبعدين بنشوف ان الفك والتركيب مفيش اسهل منه. بمجرد ما احنا موجود عندنا هنا الشوكه بنفتحها بالشكل ده، وبيكون سهله جدا ان احنا نستخدمها ونشوف المرفقات قد ايه عمليه وبتخلينا نحن على فكره هاي المرفقات اذا بدك تشتريها لحالها مع اي جهاز ثاني فيها تكلفه كثير كبيره، وهيك نحن بنكون قدرنا نعمل كثير انواع من الطعام. ما انحصرنا بس انه نحن عم نحكي عن شاورما، فيكم تعملوا فيها دجاج سالمون. سامعه الصوت؟ واو مقرمش وجميل وجريلد وحلو جدا. وبنشوف هنا ان التسويه قد ايه رائعه جدا مع الشاورما ميكر، لكن هي مش شاورما ميكر، هي جهاز متعدد الاستخدام. وبنشوف ان التسويه والقرمشه قد ايه حلوه بفضل تقنيه الشوي العمودية من جميع الجهات. وهنا بنوري حتى كمان السكن من بره قد ايه مستوية مقرمشة وجميلة وسخنة وشكلها حلو قوي. هلا بدي انا احط لك شوية خضار معها. يلا نحط شوية خضار معاها. اذا مثل ما لكم شايفين انتم هون كمان نحن اللي حبيته بالموضوع كثير انه نحن فينا نشوي الخضار بطريقة جدا صحية. كثير انا عاجبني رانيا شكلها طبعا، انه حتى هيك تحط يكون عندك بوفيه قدمتيه لضيوفك كذا، شكلها كثير حلو. ونتنقي الخضار اللي انت بتحبيها، مثلا انا هون ححط ثوم، ححط بروكلي، ححط بطاطا، اي شيء بيخطر على بالكم فيكم تحطوها، خاصه انه هي تدعم الاكل الصحي بطريقه جدا حلوه، انيقه جدا انكم تحطوها بالمطبخ عندكم او على طاوله السفره اذا كنتوا بعزيمه. شوفي ما احلى الشكل. واو طبعا جميل. شوفوا قد ايه انتوا عملتوا اكلات كتير بس فقط سعر 299 ريال سعودي بدل 399 ريال سعودي، بتوفروا 100 ريال سعودي، بتحصلوا على جهاز واحد فقط. وكل المرفقات اللي انتوا شايفينها دي عباره عن هدايا مجانية بتخليكم ان انتوا تعملوا العديد من الوصفات المختلفة مع جهاز شاورما ميكر اللي هو بيخلينا نعمل اكلات كتير مختلفة. هنشوف هنا ستيك. هجيب الستيك طبعا. بنشوف الجريلينج باسكت او سلة الشوي، نستخدم الجهاز بمنتهى السهولة، لازم نعمل زرار الاوف علشان نوقف دوران الجهاز. وهنا لو موجود عندنا شوكة في البيت بنشيل الجهاز بالشكل ده، وفي نفس الوقت بيكون جاهز عندنا ان احنا نعمل سيرفينج. بمجرد ما احنا بنفك الشوكة بيكون سهل عندنا ان احنا نشوف الستيك قد ايه طبعا التسويه بتاعته بتكون حلوه، مستوي ومقرمش جدا. وطريقه الاستخدام ما فيش اسهل منها زي ما شفت، ان احنا بنشيل الشوكه على طول، بتكون الباسكت اساسا مفتوحه من اسفل، فبالتالي بنقدر ان احنا نشوف انه الستيك قد ايه مستوي، التسويه بتاعته قد ايه رائعه جدا مع جهاز واحد فقط بسعر قد ايه جميل. واو بصي التسويه شكرا. جميله ازاي؟ واو. وحتى القطعة اللي احنا حطيناها قد ايه كبيرة في الجريلينج باسكت، قطع كثيرة يعني بتكفي لعدد أشخاص كثير كبار، يعني عدد أفراد عائلتك أو عندك عزيمة أو حتى أنت حابة تاكلي أكل صحي، فهي جدا مناسبة. كمان حضيف شوية خضار أنا على الستيك اللي نحن قدمناهم بطريقة أيضا كثير حلوة. برجع بذكركم مرة ثانية في عنا هون ثلاث أطباق خاصة للخضار أو أي شيء أنتم بتحبوه، وعم نشوف كيف هي بتلف بكل سهولة. بنقدر نختار أي شيء بنحبه من الخضار بدون ما نضيف أي زيوت أي دهون، وايضا هون عم نحط البطاطا وبنحط البروكلي بطريقه جدا مميزه وكثير حلوه. اذا فرصتكم دلوقتي حالا ان انتم تحصلوا على جهاز رائع جدا بيقدم العديد من الاكلات الكتير المتعدده اللي انتم شايفينها طبعا. وهنا بنشوف انه مجرد ان احنا عندنا قطعه واحده فقط وهي الشوايه الخاصه اللي بتشتغل بتقنيه الدوران العمودي مع الشوي، هنشوف قد ايه انه مميزات كتير رائعه بتحصلوا عليها فقط بسعر 299 ريال سعودي. اتصلوا بينا دلوقتي حالا واحصلوا على ماكينة الشاورما الماركة الإيطالية بلزانو. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrusdv.com. يمكنكم أيضا الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.